مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في صورة لنهاري اليوم. الاجواء غير مستقرة وعاصفية بالاطلسين المتوسط والكبير وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وارتباطا بهذا تتوقع المديرية العامة للارصاد الجوية الوطنية خلال هذه الليلة نزول زخات عاصفية محليا قوية مصحوبة ببرد ورياح، ستتراوح سرعتها ما بين 60 و 70 كيلومترا في الساعة، وستهم منطقة الريف الاطلسين المتوسط والكبير والمناطق الجنوبية الشرقية. أما غدا بمشيئة الله ستكون الأجواء غير مستقرة مع نزول زخات عاصفية وتساقط للبرد كذلك بالأطلس المتوسط بالمناطق الغربية المجاورة بالريف بالمنطقة الشرقية هذا، وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بالواجهة المتوسطية بمنطقة السايس وبباقي السهول الأطلسية الشمالية مع نزول قطرات مطرية وعواصف رعدية متفرقة. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 17 درجة ببولمان وإفران، 24 درجة بخنفرة، 21 درجة ستسجل بخريبكة، 20 درجة بمكناس ووزان، 23 درجة مرتقبة بمدينة تطوان، 24 درجة بالحسيمة، تازة، السعيدية ووجدة. أما المقاييس العليا ستصل إلى 40 درجة بفيديك، 38 درجة ببعرفة، 37 درجة ستسجل بوجدة، 34 درجة بتازة ووزان، 29 درجة بطنجة، و 27 درجة ستسجل بالرباط. بالمناطق الوسطى أجواء غير مستقرة أيضا مع زخات عاصفية وبرد، سيهم محليا مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير والسفوح الجنوبية الشرقية. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 17 درجة بقليمين سيدي إفني وأكادير، 20 درجة مرتقبة بمدينة أسفي، 23 درجة بورزازات، 27 درجة بأرفود، و 30 درجة ستسجل بطاطا. وخلال الظهيرة مرتقبة، 41 درجة بأرفود، 40 درجة بزاقورة وطاطا، 37 درجة بورزازات بني ملال والراشدية، و 38 درجة ستسجل بمراكش. شمال الأقاليم الجنوبية أجواء غير مستقرة عموما مع احتمال نزول زخات رعدية، درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 17 درجة بطنطان، 19 درجة ببوجدور بكرة وسمارة، 23 درجة بقلتة زمور، و 25 درجة ستسجل بالزاق. أما المقاييس العليا ستصل إلى 37 درجة بالزاق، 36 درجة بقلتة زمور، 35 درجة بالعيون، و 31 درجة مرتقبة ببكرة. بأقصى الجنوب الأجواء عموما قليلة السحب إلى غائمة خصوصا بالسواحل، بالمناطق الداخلية طقس مستقر ومشمس، درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 20 درجة بالدخلة، 22 درجة بالقويرة، 23 درجة بالإنزران، و 27 درجة ستسجل بأوسرد. بعد الزوال مرتقبة، 40 درجة بأوسرد، 35 درجة ببئر إنزران، و 31 درجة ستسجل بالقويرة. البحر سيكون قليل الهيجان بسواحل الواجهة المتوسطية، هادئ إلى قليل الهيجان بسواحل البوغاز، قليل الهيجان ما بين طنجة ورأس سيم، سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور ورأس سيم، وهائج بسواحل أقصى الجنوب. المد بمدينة الرباط في تمام الرابعة صباحا وثمان عشرة دقيقة، والرابعة بعد الزوال واثنتين وثلاثين دقيقة، والجزر في تمام العاشرة صباحا واثنتين وعشرين دقيقة، وتمام العاشرة ليلا وست وأربعين دقيقة. شروق الشمس على الساعة السابعة ودقيقة واحدة، والغروب على الساعة السابعة وثلاثين وخمسين دقيقة. يوم الثلاثاء المقبل بمشيئة الله خلايا رعدية ستعطي زخات مطرية محليا بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير بالمنطقة الشرقية بالريف وبالجنوب الشرقي أيضا بالأقاليم الجنوبية هذا، وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة بباقي المناطق الوسطى والشمالية مع نزول قطرات مطرية متفرقة. إلى غاية يوم الأحد المقبل بمشيئة الله قطرات مطرية رعدية
عادية ستهم مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الريف، الواجهة المتوسطية، الجنوب الشرقي وأحيانا المناطق الجنوبية وأيضا وكذلك الشمال الغربي للمملكة. هذا وستهب رياح قوية بالسواحل الوسطى بالمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية. والآن مشاهدينا سنتعرف على أحوال الطقس بعواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط.